السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. الفيديو ديال اليوم غنصاوب لكم الاصابع ديال البطاطس الهندية الحارة. اذا كنحتاجو 3 ديال البطاطس مسلوقين، درناهم بالفورشيط، 3 معالق كبار من السميدة الرقيقة، شوية ديال الملح، الابزار، التحميرة والكركم، شوية الربيع وشوية الهريسة. اذا نبداو على بركه الله. غادي ناخذ دابا العطريه ديالنا، الربيع وكذلك الهريسه، نخلطوا كل شيء. إذا خلطت المقادير كاملين، دابا غندوزو للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية غادي ناخد المقلاة، غندير فيها شوية ديال الماء وشوية ديال الزيت، مخلطين. نخليهم يسخنو مزيان، ونضيفو لهم السميدة ديالنا، 3 معالق من السميدة. نخليو السميدة تيدخل فيها هذاك الماء والزيت مزيان حتى تشرب مزيان، وعاد نضيفوها للبطاطا. دابا ضفت السميده للبطاطا، غادي نحرك كل شيء مزيان على هذا الشكل باش يدخل السميده مع باش تدخل السميده مع البطاطا. الان غنبداو نصاوبو الاصابع ديال البطاطس على هاد الشكل، ولا بغيتو ديرهم كبار كيما بغيتو على هكا. غنكمل كلشي ونرجع لكم بعد قليل باش نقليو البطاطا ديالنا. درت الزيت يسخن باش نبداو نقلي على بركة الله. نبداو كنقلبو فيهم شوية بشوية. أعزائي المشاهدين، رجعت لكم بعد ما خليت البطاطس الهندية. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك وتابونا في القناة. إلى اللقاء.